حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجحت لجنة النزاهة النيابية تأخر وصول بنود الموازنة المالية إلى البرلمان بحدود شهر ونصف الشهر قبل المصادقة عليها وإقرارها. وبحسب اللجنة فإن من أسباب تأخر إقرار الموازنة حصة المحافظات الشمالية، إضافة إلى تثبيت سعر الصرف وتقلبات السوق العالمية، مضيفة أنها لا تعلم ما تضمنته الموازنة من تخصيصات مالية لجميع مناطق العراق. أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن المستفيد الأكبر من بيع الدولار بسعر منخفض من قبل البنك المركزي هم المصارف الأهلية والتجار. وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني إن سعر الدولار بالبورصة لامس 1600 دينار مقابل الدولار رغم بيع ما يقرب 3 مليارات دولار بالسعر الجديد، مبينا أن المستفيد الأول والأخير من هذه التخفيضات هم المصارف الأهلية والتجار، ممن يشترون يوميا عشرات الملايين من الدولارات من البنك المركزي بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار للمئة دولار. قالت وزارة الزراعة والموارد المائية إن في حكومة كردستان العراق إن اقتراب شهر رمضان وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تسببا بارتفاع أسعار الدجاج بعد ازدياد الطلب عليه. وقال مدير الثروة الحيوانية في الوزارة إن سعر لحوم الدجاج لم يكن مرتفعا، لكن المواطنين يشترون الدجاج بثمن رخيص منذ عامين، مبينا أن بعض مزارعي الدواجن تعرضوا لخسائر وإفلاس بسبب الرخص، ما منع بعضهم من تربية دواجن جديدة هذا الموسم، وقد أدى ذلك إلى نقص المنتجات بسبب انخفاض العرض وارتفاع الطلب، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار في السوق بحسب قوله. أكدت المصارف التجارية في لبنان أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 من الشهر الجاري على خلفية قرارات قضائية وصفتها بالتعسفية. وكانت المصارف اللبنانية قد علقت لفترة وجيزة إضرابا كانت قد بدأته في أوائل شهر شباط الماضي بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضد المصارف خلال الانهيار المالي في لبنان قبل أكثر من 3 سنوات، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم. انخفضت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع إعلانها يوم الجمعة لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأمريكي. وحذر البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع. ويثبط رفع أسعار الفائدة الاستثمارات في الذهب فيما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائز العملات الأخرى. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.